انا مش قادر اصدق ازاي اتكشف بالسهوله دي يا شريف. يا سلام يا اخويا، ده اي عيل صغير هيكتفك. ايوه انا كنت مرتب كل حاجه، مش عارف غلطت في ايه. بس وايه اللي انت مرتبه؟ انت مش شايف الشنب اللي حاطه واللبس اللي انت لابسه؟ وبعدين انت عايز تجهز حاجه زي كده وتقعد وسط العصابه؟ لازم تجهز قبلها بشهور. عامل حسابي قبلها بشهور ده ايه وانا مسافر راس صدر؟ يا بص بالراحه عليه، امور التخفي دي مش هيفهمها، مش هيعرفها عندهم في المرور. ايه ظابط مرور على اساس ان انا متكلبشه ومستنيه الونش يفكني؟ انت ما قلتليش هات ونش معايا. يا عم ونش ايه؟ ونش ده الظابط اللي اعرفه، مش عاجبك كنت جبت ظابط انت معرفه. لا يا حبيبي، انا لما بقول ما بعرفش فعلا وما بفتيش. لا انت اللي بتفتي. خلاص يا جماعه، انتوا هتتخانقوا بسببي ولا ايه؟ خلونا بقى نقعد نفكر كده ونركز بروقان عشان ارجع الكارنيه بتاعي. كارنيه ايه؟ ده بدل ما تفكر وتركز ازاي تخرجنا من هنا؟ وتعالى هنا. انت ليه ما روحتش كلمت ظابط من الظباط بتوعك الحقيقيين يطلعونا؟ لا يا هانم، احنا اتعلمنا زمان في كليه البوليس ان المهمات اللي بالشكل ده لازم تتم في سريه تامه. والقاعده دي اتعلمتها فين؟ في اشاره صلاح سالم. الله 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 الله. اللعب دلوقتي بقى المكشوف. انتوا عاوزين تهربوا وده حقكم، وانا عاوز اعاقبكم، بس انتوا اللي ما تعرفوش إني أكتر حاجة تستفزني بعد الخيانة والاستعباط والكذب. الهروب. أيوه الهروب. الله ينور عليك، ابتديت تفهمني. سكينة ولا لا؟ مش عايزة أغتصب. أغتصب إيه؟ ده أنا هعملكوا شاورما. لا مش عايزة شاورما. معلم الراجل جه من السفر ومستنيك في المكتب. بجد اخس حظكم من السما. استسلم للامر الواقع. كنا هنفضل نلف وندور ونروح ونيجي، في الاخر الاسم يكلمنا يقول لك تعالوا استلموا جثث العيال. ادينا كده انجزنا. اسكت بقى يا اخي، حرام عليك. انا مش عارف طبيعتك ازاي في اللي بتعمله ده. يعني الحق عليا ان خليك تنام وانت مطمن ومستريح، بدل ما كنتش عارف تنام ومش عارف الواد فين. انا مش مصدق ازاي انت خلتني اصلي على الواد صلاة الغائب وهو ممكن يكون لسه عايش. هي اسمها صلاة ايه؟ الغائب. يعني الواد جه ما جاش هتتحسب في ميزان حسناته. طيب دلوقتي اللي يجي يسألني الواد ابنك مات ازاي اقول له ايه؟ خرج ولم يعد. لا قول له انت مال اهلك، مات ازاي ولا ما ماتش ازاي؟ بقاء لله يا حاج. ما طبعا البقاء لله. هو احنا هنخلل؟ انا يا حاج اللي صعبان عليا امه لما عرفت ان انت عملت العزا جات لها ازمه السكر. تستاهل. هتفضل تجيب لها دواء على طول بقى؟ بتقول لها ليه؟ ما انت عارف انها امه. اللي حصل بقى علينا.